فتاة في إحدى القرى النائية تزوجت. هذا الرجل كانت عنده حالة الغلظة والشدة والخشونة كبعض الرجال مع الأسف. المرأة ما عاشت حياة هانئة مستقرة، وكانت تعيش الألم والمعاناة. كان في تلك القرية يوجد شيخ، يعني رجل طاعن في العمر، حنكته التجارب، حنكته الأيام. هذه الفتاة ذهبت إلى شيخ القرية وقالت له: أنا مو مرتاحة ويا زوجي في حياتي العائلية، فماذا أصنع؟ الرجل المحنك فكر وقال: لحل هذه المشكلة أكو هنالك طريقة واحدة، وهذه الطريقة أن تذهبي إلى الصحراء. في الصحراء أكو ذئاب، أن تقطعي مجموعة من شعرات ذئب حي وتأتيني بتلك الشعرات أنت بنفسك. هذا هو الحل الوحيد. الفتاة تحيرت، ماذا تفعل؟ كيف يمكن لفتاة أن تذهب إلى الصحراء وتواجه ذئبا حيا وتقلع منه شعرات؟ مو ممكن، الذئب حيوان خطر، بالذات إذا رأى الفرد وحده في الصحراء يهجم عليه ويمزقه تمزيق. لكن ماكو طريقة إلا هذه الطريقة. ذهبت إلى الصحراء، ذهبت في مكان آمن، مثلا مكان مرتفع. بعد فترة رأت ذئبا يمشي، راقبت الذئب، ذهب 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 إلى مغارة دخل. تبين أن هذا الذئب إلى أطفال في هذه المغارة ويحمل لهم الطعام، كان يحمل طعام. في اليوم الثاني هذه الفتاة جاءت بمجموعة من العظام وكمية من اللحم. عندما الذئب مر ألقته في طريق الذئب، الذئب أخذ العظام واللحوم وأكل كمية منها وحمل الباقي إلى أطفاله. في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس، وإذا شيئا فشيئا هذه الفتاة أخذت تقترب إلى ذلك الذئب. الذئب تحول إلى صديق لهذه الفتاة. لاحظوا هذه القضية، أخذت تذهب إليه بدون خوف. في يوم من الأيام ذهبت معه إلى المغارة وأخذت تربت على ظهر الذئاب الصغيرة، بدون تظاهر قلعت عدة شعرات من الذئاب الصغيرة، ثم ذهبت إلى شيخ القرية وقدمت له الشعرات. قال: من أين جئت بهذه الشعرات؟ فنقلت له القضية. قال: أيتها الفتاة، أنت تمكنت أن تروضي ذئبا، الحيوانات المفترسة تروض. كيف تروض الحيوانات المفترسة؟ هل قرأتم؟ هكذا كتبوا في الكتب.
الحيوانات المفترسة التي لا تعقل تروض بالمحبة. أنتوا أبرزوا لها الحب والود والحنان. الحيوان المفترس يتحول إلى حيوان أليف وصديق لكم. أنت اللي تتمكنين أن تحولي الوحش الكاسر إلى حيوان وديع وأليف، كيف لا تتمكنين أن تعيشي مع زوجك؟ شوية يحتاج إلى محبة، شوية يحتاج إلى عطف، شوية يحتاج إلى حنان. البشر مهما كان قابل للترويض. المحبة جدا مهمة. الحياة العائلية تحتاج إلى محبة. الله تعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة العائلية تحتاج إلى محبة، تحتاج إلى مودة، وتحتاج إلى رحمة.